سعيده ولد عزيز، عضو المكتب التنفيذي لجمعيه ابي القراق، نائبه امين المال ومكلفه منسقه الانديه خصوصا نادي المعاق اللي هو مركز التوجيه والارشاد لجمعيه ابي القراق. حقيقة نحن كنتواجدوا اليوم في هذه المرحلة اللي هي مرحلة دقيقة ديال المرحلة الختامية من تظاهرات سلا عاصمة المجتمع المدني، لأن هذه التظاهرة اللي يعني اشتغلنا فيها طيلة السنة سنة 2023 كانت بواحد العدد الأنشطة اللي استمرت السنة كاملة، ولكن اللي مهم ولنا كل فخر أننا كنوصلوا دابا للمرحلة الختامية واللي إن شاء الله كتنطلق اليوم 7 دجنبير وتستمر إلى غاية 25 دجنبير بالحفل الختامي. إذا احنا كنتمناو أننا يكون التواجد ديالكم طيلة هاد المدة، لأن اليوم كنبداو بواحد ندوة من الأهمية بمكان، ندوة موسعة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وبطبيعة الحال كل الأنشطة هم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذا الندوة اليوم فيها واحد العدد ديال الخبراء وديال المتدخلين اللي هما غادي يناقشوا موضوع من الأهمية بمكان، ولكن من بعد غادي يكون عندنا عدد الأنشطة في كلهم المجالات اللي هو المجال الصحي البيئي التراثي كل ما كيتعلق بالمدينة، وكلنا شرف يعني احتضان هاد كجمعية أبي القراق احتضان هاد التظاهرة فعالية تظاهرة سلا عاصمة المجتمع المدني لسنة 2023 واللي نتمناو أننا نكونوا نجحنا فيها، وإن شاء الله إلى يوم الختام اللي غيكون ختام متميز بحضور شخصيات وزينة وبحضور الوزراء اللي هما كانوا يعني شركاء في هاد التظاهرة وفي هاد الحفل. بطبيعة الحال غادي يعني نعطيو التروفي للجمعية المدينة اللي هي غادي تكون يعني عاصمة المجتمع المدني لسنة 2024. إذا في هذا الوقت هذا احنا غادي نوجهوا اليوم إن شاء الله، وغادي تكون عاوتاني انطلاقة في مدينة أخرى، وحنا كنتمناو أن سلا لأن سلا مدينة اللي يعني عندها صيتها كبير لا بجمعيات هذا المجتمع المدني ولا كيف كنشوفوا دابا يعني بوسائل الاعلام الصحافه ديالها، هذا اللي يعني عندها ان ريزو اللي هو ريزو كبير سوسيال هنايا في سلا. يعني نتمناو انه يكون هذا الشيء يعني ديفيزا على صعيد المملكه، وكنشكركم جزيل الشكر على حضوركم المستمر وحضوركم معنا في جميع التظاهرات. فدوى فندي رئيسه مشروع المركز المحلي لارشاد وتوجيه الاشخاص في وضعيه اعاقه تبع جمعيه ابي القراق، دونك المشاركه ديالنا اليوم كانت في هذه التظاهره ديال سلا عاصمه المجتمع المدني، عباره عن تقديم تجربه ديال جمعيه ابي القراق في مجال تعزيز حقوق الاشخاص في وضعيه اعاقه للولوج لسوق الشغل. هذا الموضوع اللي كيهم كثير ديال المؤسسات وكيهم كثير ديال المتدخلين اللي كيضافروا الجهود ديالهم من اجل انهم ينهضوا بحقوق الاشخاص في وضعيه اعاقه ويساعدوا بشكل او باخر انهم يندمجوا هذه الفئه في سوق الشغل. دونك حنا اليوم تقاسمنا مع الحضور الكريم التجربه ديالنا في هذا المجال، وكيفاش اننا من خلال المنبر ديالنا ومن خلال المشاريع اللي كنشتغلوا عليها قدرنا اننا نساعدوا مجموعه ديال الشباب باحثين عن العمل، سواء اللي كيتجهوا للعمل الماجور او اللي كيتجهوا لخرق المقاولات. قدرنا اننا نخدموا على بزاف ولا كثير على تقويه القدرات ديالهم ونمكنهم انهم يحصلوا على واحد الاستقلاليه اقتصاديه اللي كتعزز وكتعطي لهم انهم يكونوا على قدم المساواه مع جميع المواطنين في البلد السعيد اللي كنعيشوا فيه. دونك كان ايضا توزيع ديال مجموعه ديال الالات
على حسب المشاريع ديال الاشخاص اللي استفدوا منها، وكذلك كان عرض ديال المجموعه بحكم اننا كنشتغلوا على هاد الموضوع، كان عرض ديال جوج ولا ثلاثه ديال الكبسولات حول التحسيس حول قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه وبالخصوص الادماج الاقتصادي لهذه الفئه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.